واحد زائد واحد. هيا يا بلال، لقد بدأنا بتناول الغداء. نعم يا أمي، قادم. أين جمال؟ لقد ذهب إلى المتحف. لما الضحك؟ المتحف؟ نعم، ألم يستأذنك البارحة؟ نعم صحيح، لقد نسيت. طعام لذيذ، شكرا لك يا عديلة. هنيئا لك. ها؟ بلال؟ بلال؟ نعم يا أبي. ما هذا؟ ها؟ ماذا هناك يا أبي؟ أنت لم تغلق الصنبور جيدا. وماذا في ذلك؟ الماء يسقط منها يا بني. إنها قطرة يا أبي. لكن قطرة وراء قطرة تصبح غديرا. غديرا؟ مرحبا. أهلا يا بني. ما به جمال؟ لا أعرف. كمال، ماذا هناك؟ أظن أنه لا أعرف. جمال، جمال، تعال يا بني، لما لم تأكل يا جمال؟ لست جائعا. هل أكلت خارج البيت؟ كلا. اذهب إلى المطبخ وستأكل عندما تشم رائحة الطعام الشهي الذي صنعته أمك. ماذا هناك يا جمال؟ أبي، أريد مبلغا من المال. أتريد أن تشتري قلما؟ لا، أريد مبلغا أكبر من ذلك. ها؟ وماذا تريد أن تفعل به؟ إنني في حاجة إليه. أتريد أن تشتري كمية كبيرة من الألوان؟ ربما يريد أن يرسم الكرة الأرضية. بلال، عندما تجد أخاك منزعجا يجب أن تقف إلى جانبه وتعرف ما به لكي تساعده. آسف يا أبي، كلامك صحيح، أعتذر يا جمال. هيا يا جمال، قل لي ما بك، فأنا والدك. أعرف ولداً فقيراً جداً مريض فجأة ويحتاج إلى عملية جراحية، في حين أن والده فقير ولا يقدر على دفع تكاليفها. هيا اهدأ يا جمال، أنا آسف جدا، لم أقصد إزعاجك. خذ يا جمال، هذا كل ما أملكه. شكرا يا هلال، لكنها لا تكفي. جمال، أنا لدي بعض النقود، اسمعني يا أخي، كنت أريد أن أشتري حذاء لكن لا يهم. شكرا يا كمال، لكنها لا تكفي. جمال، جمال، أنا لا أملك من النقود إلا هذا المبلغ. شكرا لكم، ولكنها. ما بك يا جمال؟ ربما لا يفي هذا المبلغ بالغرض، لكن قطرة على قطرة تصبح غديرا. لقد قال لي أبي هذه الجملة منذ قليل. إنه مثل شعبي يا بلال. لكن أبي قاله لي لأنني تركت الصنبور مفتوحاً تسقط منه قطرات صغيرة. لقد قاله والدنا لك لكي تغلق الصنبور جيداً في المرة القادمة ولا تستخف بقطرة الماء، فهي إن جمعت أصبحت كمية كبيرة. ولكن ما هي علاقة القطرة بالنقود يا كمال؟ اسمع يا أخي، لا أحد منا يملك المبلغ الذي يريده جمال، لكن إن جمعنا ما لدينا جميعاً لأصبح المبلغ جيداً، وهذا هو معنى المثل. ها، فهمت. هيا اقبل منا، خذ النقود. اتفقتم؟ نعم، لقد قدم كل منا ما لديه من النقود إلى جمال، حتى بلال. وهل تكفي؟ ها؟ نعم، ستصبح غديراً.
اطمئن يا بني، قررنا أنا وأمك أن نساعدك أيضاً ونساعد الولد المريض بشرط ألا يعلم أحد بأننا قدمنا المساعدة إلى هذا الولد. ولماذا؟ من غير اللائق أن نفعل الخير ونتباهى به يا بني. رائع. وهذه النقود عني وعن والدتك. شكراً يا والدي، شكراً. حرارته مرتفعة. مرحبا يا عمه. أهلا يا بني. كيف أصبح الآن؟ الحمد لله على كل حال. يا عم، لقد أخبرت أسرتي بحال ولدك وتأثروا كثيرا وقدموا هذا المبلغ البسيط من المال كمساعدة لكم كي تتمكنوا من إجراء العملية الجراحية. بارك الله فيك وفي عائلتك يا بني. أعتذر يا عمة، قد يكون المبلغ قليلاً ولا يكفي لإجراء العملية، ولكن هذا ما نقدر عليه. لا تعتذر يا بني، ففعلك هذا يدل على أنك ولد طيب ومن أسرة طيبة، فلا تتكلم عن حجم المبلغ. هل يكفي لإجراء العملية؟ لا يكفي، ولكن أهل الخير من أمثالك وأمثال عائلتك كثيرون يا بني، وقطرة على قطرة تصبح غديراً، أليس كذلك؟ حقاً.